السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتكم الرسم ونقوش مع كريمة بقوش. النهارده معانا زي ما احنا شايفين الباترينا دي او المكتبة دي، احنا عايزين ان شاء الله هنجددها ونشوف هنخليها شكلها ايه. يلا بينا نبدأ حالا. اول حاجة معايا انا محتاجة اشيل الازاز ده عشان طبعا يتنضف وان شاء الله هنرسم. طيب دلوقتي ان شاء الله انا هبدا الون. ممكن تستخدموا فرشه اكبر، انا بحب الفرشه الانجلو دي عشان خاطر الشطفه اللي بتبقى فيها هي مريحه في الاستخدام. لو عايزين فرشه اكبر احسن مش مشكله. ان شاء الله هدهن باللون الفيروزي زي ما انتم شايفين. في قائمه تشغيل خاصه بالالوان موجوده على القناه، تقدروا ترجعوا لها وتختاروا الالوان اللي انتم عايزينها او تعرفوا الفكره في تكوين الالوان. وطبعا الالوان دي باحساسكم، كل واحد هيعمل اللون اللي هو هيكون مستريح له واللي هيليق مع الديكور اللي موجودة عنده في الشقة. يلا بينا نبدأ. طبعا احنا هنا في الدهان هندي اكتر من وجه وهندخل الوان تانية، فلازم بعد ما الوجه الاول ينشف هنبدأ نعيد عليه تاني عشان خاطر يدي درجة عتامة اكتر. هخلص دهان وارجع لك. هنا زي ما احنا شايفين انا ان شاء الله هدهن الجناب دي بنفس اللون الفيروزي، فعشان كده عزلت بالتيب زي ما احنا شايفين من جوه كده الجزء اللي في الوش وهبدأ ادهن عادي. ده التيب اللي انا بعزل بيه الاماكن اللي انا مش عايزه ادهن فيها. عندي لون بقى بنفسجي حلو جدا، فانا هستخدم اللي هعمل ماتشنج بين البنفسجي وبين اللون الفيروزي. هدخل اللون البنفسجي جوه في الاماكن اللي جوه وهدهن الارفف بنفسجي، وطبعا هنشتغل بيه برضو في الابواب من بره. خليك معايا. ده اللون بتاعنا. يبقى فرشه عريضه بقى عشان ايه مساحات كبيره، فهستخدم الفرشه العريضه دي كده باين. زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا خلصنا دهان المكتبة من بره ومن جوه وعملنا اللون البنفسجي مع اللون الفيروزي زي ما احنا شايفين. فاضل بقى ان احنا هنركب الدلف بتاعتها، وبرده هنشتغل عليها شوية حاجة بسيطة، وهنشتغل على الازاز مش هنسيبه كده. خليكم معايا كملوا الفيديو للاخر وهنشوف النتيجة عاملة ازاي. عايزة اقول لكم ان الفيديوهات دي بتاخد مننا وقت كبير جدا بجد في التحضير ليها في الشغل في المونتاج، فياريت تعرفونا رأيكم في التعليقات، ولو شايفين ان الفيديو هيفيد اي حد تعرفوه شير، ويلا بينا نكمل بقية الشغل. فيها اللون البنفسجي بس ايه هشبح يعني، هبدأ اخد كده هعمل ظلال.
الفرشة يدوب على يعني يدوب شعرة بس من اللون، لان شايف كتير فهبدأ اوزعه. دي كده شكل المكتبة بتاعتنا بعد ما خلصت. الإزاز بتاعنا اتحفر. وده كده شكلها من جوه.